تسجيلات الجبالي. تسجيلات الجبالي. تسجيلات الجبالي بإدارة أمجد الجبالي. جبالي. ريكوردين جبالي. فاحتفت واحتفلت كل العوالم بمولد أشرف الخلق وأكرم الخلق على الله. فما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم، كيف لا نحتفل كل يوم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذه سنة حسنة أحدثها أناس عاشقون محبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيم قدره صلى الله عليه وسلم، وذكرهم بأيام الله. فالمولد من أيام الله، والهجرة من أيام الله، والإسراء والمعراج من أيام الله، ومعركة بدر وأحد وكذلك فتح مكة ومعارك الإسلام الخالدة هي من أيام الله، نذكر بها أنفسنا وأبناءنا حتى لا ينسى هذا الأمر، لابد من ذلك. كم من آية في القرآن تقول وذكر فذكر، لابد أن نذكر وأن نتذكر. نحن ولن ننسى أبدا النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لابد أن نميز هذا اليوم. فصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا رسول الله. سيكون لنا كلمات طيبة إن شاء الله، نفتتح ونستفتح، وخير ما نستفتح به القرآن الكريم. فإلى حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، على نية التيسير إن شاء الله، أن ننتفع جميعا وننتفع بنفحات الخير في هذا المجلس، وأن تحسن فيه النيات، وبارك الله في القائمين عليه، ونسأل الله قضاء الحوائج للجميع ومغفرة الذنوب للجميع، وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله، يا سبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، وكان بالمؤمنين رحيما.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا وداعيا إلى الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم الفاتحة سيد أبو حذيفة الكلمة الطيبة كلمتك تفضل يا سيد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي شرف العالم كله بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي جمعنا في هذا اللقاء وما اعتليت هذا المنبر أو هذه المنصة إلا إكراما لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم
ثم احتراما لأهلي في مخيم الشهداء، مخيم طول كرم، الذين قاموا على هذا الاحتفال، وأخص بأخي وابني محمد أبو سمري لأنه هو الذي كلفني أن أحضر، ولا أنسى أن أحيي كل من ساهم في هذا الاحتفال، ولا أنسى أن أحيي أهلنا في طول كرم وفي مخيم الشهداء وفي هذا الحضور الطيب. كذلك فإنني أحيي أخي وحبيبي الشيخ أسامة أبو جعفر القائم على الحفل وراعي الحفل، وهو المسؤول عن الفرقة، فرقة المديح النبوي الشريف. شرف لنا أن نقف في هذا المكان من أجل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وأنا أبشركم من هذا المكان بأن هذه الجلسة وأن هذه الوقفة وأن هذا الحضور سيكون لكم إن شاء الله في ميزان حسناتكم يوم القيامة، حيث أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم سيستقبلنا إن شاء الله، وسيكون الشفيع لنا ولجميع المسلمين المؤمنين المحبين لله ولرسوله، اللهم آمين. يقول تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نحن الآن فرحين بهذه الذكرى العطرة، بفضل الله وبرحمته، أي الرسول عليه الصلاة والسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. نعم، رحمة الله وسعت كل شيء، ولكن هناك الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم، كما قال في الحديث: إنما أنا رحمة مهداة. نعم يا سيدي يا رسول الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يجب أن تفرحوا وأن نفرح الجميع بميلاد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. كيف لا وحينما ولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتز إيوان كسرى وأطفئت نيران فارس. نعم يا سيدي يا رسول الله، أريد أن أطير رسالة عاجلة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. يا سيدي، أبثك ما تدري من الحصرات شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات بأيمانهم. نوران نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. يجب أن نرفع رؤوسنا عالية بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يجب أن نرفع رؤوسنا عالية ونحن إذ نحضر الاحتفال بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي يجب أن يعمر هذا الاحتفال هذه الديار المقدسة، يجب أن يعمرها، يجب أن تحتفل فلسطين وبلاد الشام والعالم كله بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم.
وكما دائما أقولها، نحن لا نحيي ذكرى ميلاد النبي. اسمعوها جيدا، نحن لا نحيي ذكرى ميلاد النبي، ولكننا نحيا بذكرى ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. شرف لنا. نعم يا سيدي، شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات. يا سيدي يا رسول الله، محمد سيد الكونين، سيد الكونين والثقلين والفريقين، من عرب ومن عجم فاق النبيين في خلق وفي خلق، ولم يدانوه في علم ولا كرم. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النيام تسلوا عنه في الحلم. يا إخواننا، أيها الحضور الطيب، أيتها الوجوه النيرة التي حضرت من أجل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، هنيئا لكم، هنيئا لكم. ومن هذه المنصة أدعوكم أيضا إلى أن تحيوا هذه الذكرى في بيوتكم. اشعر أولادك، كل ما احنا اليوم بدنا نقعد احنا وياكم من اجل ان نحتفل بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولا بأس ان تحضر الحلوى، فرح أولادك، فرحهم، اشعرهم ان في هناك ذكرى عطرة عزيزة على القلوب المؤمنة، وهي ذكرى المولد النبوي الشريف. كيف لا نفرح يا إخواني وهو صاحب الشفاعة صلى الله عليه وسلم، صاحب الشفاعة. اسمعوا هالبشارة، الخبر العاجل العظيم. يقول كما ورد في الأثر وفي الأحاديث أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما تموت كل الخلائق يوم القيامة، وبعدها عفوا بعد أن تموت وبعد أن يقوموا من موتهم، فإن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حينما تذهب كل أمة، كل المخلوقات، كل أمة، كل شعب يذهب إلى رسولها، تذهب إلى رسولها الشفاعة يا آدم، الشفاعة يا آدم، فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى صاحب الشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، فيذهبون إلى كل الرسل، كل أمة تذهب إلى رسولها، كلهم يقولون نفسي نفسي. عند ذلك يذهبون إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، عند ذلك يسجد عليه الصلاة والسلام، يسجد سجدة طويلة، فيدعو ويحمد الله ويسبح ما لم يكن يسبحه من قبل ولا من بعد. وإنما هذا الموقف العظيم، نعم، يسجد سجدة طويلة وهو يدعو يا رب أمتي. كل الأنبياء قالوا اذهبوا إلى صاحب الشفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فالآن الموقف العظيم، الموقف العظيم، عند ذلك يقول الله عز وجل، اسمعوها
لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: ارفع رأسك يا محمد، سل تعطى، سل تعطى، اشفع تشفع يا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. نعم، فماذا يشفع؟ اسمعوها يا اخواني، يشفع لسبعين ألف، مع كل واحد من السبعين ألف سبعين ألف أخرى. قديش صاروا يا إخواني؟ هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم وفيهم ومن أحبابهم ومن أتباعهم يا أكرم الأكرمين. آمين. تصور سبعين ألف مع كل واحد من السبعين سبعين ألف أخرى، يعني كديش صاروا؟ 4,900,000,000,000، حوالي 5 مليار تقريبا. هذول مالهم تقريبا؟ يعني عدد سكان العالم الآن إلا قليل. الآن العالم تقريبا 6 مليارات ونصف تقريبا، ولكن هذا مما يدل على أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم هو صاحب الشفاعة، فصلوا عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نعم، صاحب الشفاعة، كيف لا نفرح يا إخواني؟ والله يقول له: ورفعنا لك ذكرك. كلنا نحفظ الآية هاي، لكن هل بحثنا عن تفسيرها؟ ما معنى ورفعنا لك ذكرك؟ أي لا أذكر يا محمد، الله يقول له: لا أذكر إلا وتذكر معي. فإذا قال المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله، يقول: أشهد أن محمد رسول الله. وإذا قال المصلي في الصلاة: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، إذن لا يذكر الله إلا ويذكر معه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث طويل، ولكن اعذرني يا رسول الله، اعذرني يا سيدي يا رسول الله، لأن كثرة الكلام قد تنسي بعضها بعضا، إلا أنني حتى لا تمل النفوس، وحتى نحفظ وحتى نستفيد من هذا اللقاء، أختم بنقطة مهمة يا إخواني. يسأل الكثير: ما هو يا ترى إذن المولد النبوي الشريف؟ ما هو المولد؟ أصبحنا احنا في زمان للأسف كثير من الناس يقولون أن قصة المولد وأن الاحتفال بالمولد هي بدعة. فأي بدعة يا إخوة؟ طالما أننا نذكر الله ونذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بدعة ونحن نمدح سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ أي بدعة ونحن نصلي على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ إذن لنحذر، وليعلم كل إنسان يحارب قصة المولد اللي هو تاريخ المصطفى صلى الله عليه وسلم، أو يحارب الاحتفال بذكرى المولد وبذكرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجب أن يعلم أنه محروم من محبته صلى الله عليه وسلم، محروم من شفاعته صلى الله عليه وسلم. نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله عز وجل أن نكون من أحبابه ومن أتباعه ومن مداحيه إن شاء الله، حتى إن شاء الله يشهد لنا، وحتى يشفع لنا، وحتى إن شاء الله يستقبلنا في القبر.
تعرف في مهنة القبر؟ اسمعوها يا اخواني، اخر عبارة، اخر عبارة. هناك في الحديث ورد ان الانسان حينما يدخل القبر، حينما يدخل القبر فان من الاسئلة التي سيسأل عنها، يقال من قبل الملكين عليهما السلام: ما تقول يا إنسان؟ ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم وهو صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يا أخواني، كلمة هذا إلى علماء اللغة: للقريب، للقريب الحاضر. ما تقول في هذا الرجل؟ أي الرسول صلى الله عليه وسلم، فإننا سنسأل عنه. فإذا كنت من محبيه فإن شاء الله تقول: هو سيدنا ورسولنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت تتمسخر وكنت تنكر هذا اللقاء، والله لن تقول إلا إيش؟ لا أدري، لا أدري. عند ذلك يقول الملكين لك: لا دريت ولا تليت، والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولكم الثبات والرحمة والشفاعة من قبل سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. مبارك عليكم هذا الاحتفال، بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا أبا حذيفة، جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا وإياكم هذه المجالس الطيبة إن شاء الله، معكم إن شاء الله في هذه الأمسية الطيبة، ونحن نستقبل الذكرى الطيبة إن شاء الله. نجد تفاعل من الإخوان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله التوفيق إن شاء الله في مدح رسوله وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يزول عنا الهم إن شاء الله وتقضى لنا الحوائج. هذا مجلس من مجالس الخير في زمن يعني نخطف في هذه الساعات خطف، ونسأل الله أن يكون إن شاء الله مقبولا عند الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعة خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قمر الهداية وكوكب العناية الرباني، مصباح الرحمة المرسلة، وشمس دين الإسلام. الصلاة عليك يا نور شمسي عدد الكائنات من كل جنس. الصلاة عليك يا نور شمسي عدد الكائنات من كل جنس. مولد فيه اهتز إيوان كسرى، ورأت أمه قصورا لبصرى، وطيورا من الياواقيت حمرى، وأتى الويل الصلاة عليك يا نور شمسي عدد الكائنات من كل جنس. يا ربيعا باليمن أقبلت بشرى، لم تزل فيك آيات لك كبرى، هي أعلى من ليلة القدر قدرا. يا لها من ليلة ذات أنس. الصلاة عليك يا نور شمسي عدد الكائنات من
الذل والورى أجزاء. يا نبيا من جنده الأنبياء، أنت مصباح كل فضل، فما تصدر إلا عن نورك الأضواء. ومحيا كالشمس منك مضيء، أسفرت عنه ليلة غراء. وبدا للوجود منك كريم، من كريم آباؤه كرماء. فهنيئا لآمنا، هنيئا لآمنة، الفضل الذي شرفت به حواء. من لحواء أنها حملت أحمد، أو أنها به نفساء. أحسن المحسنين بالحسنات، ولد الطاهرين والطاهرات. طاب للطيبين والطيبات فداؤه أبي وأمي ونفسي. الصلاة
هاشمي وصاحبي جد على جمعنا بما أنت أهل نحن نخشى مما جنيناه بأمس جد على جمعنا بما أنت أهل وصلاة الله مع تحية الصلاة عليك يا نور الشمس عدد الكائنات من كل جنس. صلوا على رسول الله. قمر الهداية وكوكب العناية الرباني مصباح الرحمة المرسلة وشمس دين الإسلام من تولاه مولاه بالحفظ والرعاية السرمدية وأعلى مقامه فوق كل مقام وفضله على سائر الأنبياء والمرسلين ذوي المراتب العليا فكان للأولين مبدأ وللآخرين ختام. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حاشا والله يضام قوم في مدحك هام آناء الليل قيام في مدح رسول الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. قد ضاق العمر علي لما لا والكأس حمية. قد ضاق العمر علي لما لا والكأس حمية. فاشتقت جمال محي شفيع وأنا في الحب رضيع. فحبيبي أنت شفيع وأنا في الحب رضيع وجميع الكون جميع يهواك رسول الله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يحلو المديح تصريح أو تلميح. فيكم يحلو المديح تصريح أو تلميح. والقلب لدي جريح والقلب لدي جريح.
والقلب لدي جريح والقلب لدي جريح وشفاه رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا مادحا خير الأنام بادر ولا تخشى الملام قل ما استطعت في مدح المصطفى يا عيني مداح طه لا يضام من يقبل درب أرضك ينبغي أن لا يلام من يقبل درب أرضك ينبغي أن لا يلام إنما التقبيل حب للذي سكن المقام إنما التقبيل حب للذي سكن المقام وأنا والله متيم في حب الهادي الأعظم عاشق والهان مغرم في مدح رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الجذع لطه حن شوقا للنور وأن الجذع لأحمد حن شوقا للنور وأن فضلا من طه ومن فضلا من طه ومن فضلا من طه ومن فضلا من طه ومن طمأنه رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم ووقفت على الأعتاب وبكيت له بالباب وبصفح دون عتاب بصفح دون عتاب قد جاد رسول الله سلمت عليه بروحي طابت والله جروحي 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 الطب وشفاء جروحي مديح رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فافهم يا أخي المعنى واقصد لرحاب المغنى واهتف من روحي
رسول الله. والله والله
والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى. سيدي يا رسول الله لولاك 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 ما كانت الأفلاك لولاك ما نهر جرى ولا صلاة.